تنبع أهمية السياحة في فلسطين كونها الأراضي المقدسة، وهي بالتالي محط أنظار واهتمام أتباع الديانات السماوية الثلاث. السياحة تشكل جوهر الاقتصاد الفلسطيني. قطاع السياحة وخاصة الفنادق هو قطاع واعد، هناك نمو في هذا الموضوع. احنا الآن بنعمل في خطين متوازيين، الخط الأول هو تشجيع الاستثمار في هذا المجال، والخط الثاني اللي هو تقديم خدمة بجودة أفضل منافسة في العالم في هذا الموضوع. From our experience and from our engagement with people, tourists' experience in Palestine at times is marginal in the sense that they don't feel that they're well looked after. And our engagement with local businesses, with the ministry and with people in the industry is that there were gaps in what was needed. And so one of the things that we decided to do was to step back and say, well, what's a way in which Bethlehem University can fill those gaps? ومن خلال تواصلنا مع جمعية الفنادق العربية وبحثنا عن مدى حاجة السوق الفلسطيني للكوادر المؤهلة، استنتجنا أن السوق الفلسطيني بحاجة ماسة وسريعة لتأهيل وتدريب الموظفين العاملين في قطاع الفندقة. في مستوى الشق الأكاديمي احنا تبين انه هناك ضعف في التدريب، لهذا السبب احنا كنا طلبنا من الجامعات والمؤسسات اللي بتدرس انه يجب اعطاء أهمية كبرى للتدريب حتى تتميز جامعة بتلحم في هذا المجال وظلها متميزة. يجب الحصول على المعلومات والخبرات الجديدة اللي موجودة الآن في العالم. What we are looking at is providing a training and a background for people in the hospitality industry. Up to the present, our bachelor's degree and our diplomas in the institute have been academic in many ways. So this is a move towards a more vocational training. And so we will have credentialed programs, high quality programs, but programs where the focus is on the student, so that the students are the ones that are doing the learning, not the teachers. And so what we want to do is to introduce a different way in which people are learning, an experiential way, so that through the activities that they're doing in class, they learn that way rather than just memorizing things. Because we want a different approach to teaching, that the teachers who are going to teach those modules need an introduction to a different way of teaching. The next step after that is the difficult one, is that we want to move our Institute of Hotel Management down to Mount David. What we want at Mount David is to have the Institute of Hotel Management and Tourism there, to have facilities for teaching, but then to have a teaching hotel there and a teaching restaurant there. سيقدم المشروع تدريب في مجال فنون الطهي، ولمسنا حاجة متنامية لدى أصحاب الفنادق في فلسطين لهذا التخصص، فأعددنا برنامج مكون من 8 وحدات نمطية تعالج فنون الطهي على أعلى المستويات العالمية، كما لدينا برنامج يلبي احتياجات مرافق أقسام الاستقبال في الفنادق، فأعددنا برنامج من 5 وحدات نمطية يغطي من الألف إلى الياء في فنون الاستقبال والحجوزات الفندقية، ولدينا برنامج آخر بالنسبة لإدارة المطاعم وفنون المائدة، وهذا كما تعلمون علم متخصص، وبالتالي أعددنا برنامج بالتعاون مع جامعة دولاسال بالفلبين مكون من تقريبا 7 وحدات نمطية يلبي جميع متطلبات هذا القطاع. كما أننا خلقنا شراكة مع الصناعة الفندقية، وبذلك بالتعاون مع الموظفين المؤهلين في الفنادق من مدراء أقسام ومدراء دوائر، بحيث أن نقل خبرات العاملين في قطاع الفندقة إلى مرافق التدريب ومشاركة خبرتهم مع الطلبات سوف يكون لها مردود إيجابي على رفعة صناعة الفندقة في فلسطين. كما يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل
وتدريب الموظفين العاملين في الفنادق الفلسطينية، ونحن نتكلم عن جميع محافظات الوطن. فلدينا طاقم مدرب ومؤهل للتواصل مع كافة أجزاء الوطن، ولدينا الاستعداد لنقل الخبرات والتدريب إلى المواقع الفندقية المختلفة، وليس بالضرورة فقط في جامعة بيت لحم. الضيافة ليست بشيء جديد على المجتمع الفلسطيني، فالضيافة متجذرة في تراثنا، ونحن بطبيعتنا شعب مضياف. ولكن ما ينقصنا هو رفع وتطوير هذه الضيافة لتتناسب مع مستوى الضيافة الفندقية المتعارف عليها دوليا. So what we want is that when people leave here after having spent time in Palestine, that they go away feeling that they were well cared for, that people were concerned about them, and that the service and the quality of their experience was top class. مما لا شك فيه بأن هذا سيساهم بتطوير الاقتصاد السياحي الفلسطيني من خلال زيادة نسبة العملات الأجنبية المحصلة من هذا القطاع، كما أنه سيوفر فرص عمل ويساهم مساهمة مباشرة في تخفيض البطالة في فلسطين.